معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة التاسعة. الصوم يجوز فيه الصوم الانقطاعي ولا يؤكل فيه سمك. الألحان جيف ميفي وتيشوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا. القراءات تقرأ فصول اليوم. الأشية الموسمية المياه. التوزيع المزمور 150 والمدائح بالطريقة السنوي. ختام الصلوات اسمه إنيمو إميفيارو، بارك مياه الأنهار. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم 11 من شهر أبيب المبارك، أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية، استشهد القديسان يوحنا وسمعان ابن عمه، اللذان من شبرا ملس، وهي قرية بمركز زفتة محافظة الغربية. كانت والدة يوحنا عاقرا، فداومت هي وزوجها على الصلاة إلى الله أن يعطيها نسلا، فرأى والده في رؤيا القديس يوحنا المعمدان يقول له: إن الرب سيعطيك ولدا مباركا. فلما رزق بولد أسمياه يوحنا، وبنى كنيسة على اسم القديس يوحنا المعمدان. ولما كبر سلمه والده إلى معلم ليعلمه علوم الكنيسة، ثم رسموه قسا. أما سمعان ابن عمه فتتلمذ على يد يوحنا. ولما أثار دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين، ذهب القديسان يوحنا وسمعان إلى الإسكندرية، واعترف أمام أرمانيوس الوالي بالسيد المسيح، فعذبهما كثيرا، ثم أمر بقطع رأسيهما، فنال إكليلي الشهادة. وكان يوليوس الأقفهصي حاضرا، فكتب سيرتهما، وكفن جسديهما، وأرسلهما إلى قريتهما، حيث بنيت بعد ذلك كنيسة باسميهما. بركة صلواتهما فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 163 للشهداء 447 ميلادية، تنيح القديس العظيم الأنبا إشعياء الإسقيطي المتوحد بجبل شهيت، وكان معاصرا للقديس مكاريوس الكبير، واشتهر بحكمته في توجيه وإرشاد الرهبان، وتنيح عن عمر 110 سنين. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا. عجيب هو الله في قدسي، إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزاء لشعبي. الصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله، ويتنعمون بالسرور، هللويا. الإنجيل المقدس، فصل من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير، التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. ولكن أقول لكم يا أحبائي،
لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر. بل أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا أليست خمسة عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصى، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله. ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جد فعلى الروح القدس فلا يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. والمجد لله دائما. بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. حلقة اليوم 4/18/7، كل القراءات من مزمور عشية لغاية إنجيل القداس بتتكلم على تبعية السيد المسيح. في مزمور عشية في أول حاجة بيتكلم على أن ملامح ربنا هتبقى على 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 وشنا، يعني يتكلم كده يقول قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب، وكأن التبعية بتاعت السيد المسيح لازم يبقى ملامح ربنا هي اللي موجودة على وجهنا. ويكمل يقول أعطيت سرورا لقلبي لأنك أنت وحدك يا رب أسكنتني على الرجاء. في إنجيل عشية بيقول أن أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليب ويتبعني، وهنا تبان أول ملامح لتبعية ربنا يسوع المسيح وهي حمل الصليب. وهناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، هو قال فلينكر نفسه وكأنه عايز يرجع بينا إلى أول سقطة حصلت للشيطان، أن هو قال في نفسه أكون مثل الله أصير مثل العلي. ده معناها أن الكبرياء هو بيسقط الإنسان لأنه هو المادة الخام لكل الخطايا، فبيقول ينكر نفسه يعني يخش في فضيلة الاتضاع، ويقول يحمل صليبه، وكأن الصليب اللي بيتشال لكل إنسان هو صليبه هو الشخصي. فربما يكون هذا الصليب هو مرض أو يكون ألم أو تعب أو يفقد حد من أحبائه أو يتعرض لضيق أو خلافه، فلازم يكون يحمل هذا الصليب ويتبع ربنا يسوع المسيح. وبيكمل ويقول من أراد أن يخلص نفسه يهلكها. يخلص نفسه يعني هيعيش في الكبرياء أو هيعيش في الخطية
فهو كده بيهلك نفسه. ولكن اللي يهلك نفسه من أجل ربنا يسوع المسيح يجدها. يهلك نفسه هنا يقصد بيها إن هو يتحمل الألم ويبذل ويعطي إلى أقصى طاقة حتى الموت. وبعد كده هو بيقول أن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته ويجازي كل واحد حسب عمله. وهنا تبقى في عقيدة مهمة جدا بتقول أن الإنسان يحاسب حسب أعماله، زي ما قال كده أن ابن الإنسان يأتي في مجده ويجازي كل واحد حسب ما يكون عمله. فإذا جاي حد من الناس يرفض العمل نقول له لا، الخلاص لا يتم بالأعمال وحدها ولا يتم بدونها، زي ما قال قداسة البابا المتنيح البابا شنودة. بعد كده يخش على مزمور باكر ويقول يفتخر بك كل الذين يحبون اسمك. وهنا التبعية لازم تكون بالافتخار باسم الله، عشان كده جه بولس الرسول قال حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وبعد كده هوت هيقول كده هوت في إنجيل باكر، لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. وهنا هيبدأ بعض الناس اللي مش فاهمين يقولوا إيه ده، إزاي المسيح هو رئيس السلام ويقول ما جئت لألقي سلاما بل سيفا؟ بمنتهى البساطة بولس الرسول في عبرانيين 4:12 هيفصل في الحتة دي ويقول السيف معناه كلمة الله هي حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. إذن السيف اللي مقصود عليه ربنا يسوع المسيح هو سيف الكلمة، سيف الكرازة. بيكمل في الإنجيل بيقول كده هوت إني جئت لأفرق الإنسان عن أبيه وهكذا وأعداء الإنسان أهل بيته. يعني إيه يا رب تفرق الإنسان عن بيته؟ يقول كده هو بمنتهى البساطة إن الكرازة لما تبدأ، البيت اللي مش مسيحي أو غير مؤمن، اللي هيبقى مؤمن فيه هيحصل ما بين الأب والابن والإخوات، هيحصل ما بينهم حركة السيف، يفرقوا هما عن بعضهم. ويكمل في نفس الإنجيل ويقول من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. الإنسان اللي مش هيشيل صليب ربنا يسوع المسيح مش هيكمل معاه في المجد بتاع القيامة وتكملة مجد ربنا يسوع المسيح. من أضاع نفسه من أجل يجدها، من أضاع نفسه يعني ليقدم ذاته ذبيحة وجسده ذبيحة لربنا حتى الاستشهاد، ساعتها يجدها في مجد الله. ويقول من يقبلكم فقد قبلني ومن يقبلني فقد قبل الذي أرسلني. ودي عقيدة الشفاعة اللي كنيستنا الأرثوذكسية الجميلة دايما بتقولها لأولادها. لما نيجي عند قرايات القداس هيتكلم على حاجة مهمة جدا، وهيقول في البولس لأني أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن. تبعية ربنا يسوع المسيح فيها مجد بلا أي شك، فأي ألم في هذا الزمان هيقول إلى مجد أولاد الله وحرية مجد أولاد الله وبالرجاء خلصنا. ويتكلم على أنت في تبعيتك لربنا يسوع المسيح الروح القدس يعضدنا ويشفع فينا بأنات لا ينطق بها. بعد كده الكاثوليكون بيتكلم على حوالي 16 نقطة على تبعية ربنا يسوع المسيح، مش هنقدر نقولهم كلهم لكن هنقول لازم يبقى فيه رأي واحد، لازم نشترك في ألم ربنا يسوع المسيح، لازم نكون محبين للإخوة. عايز تتبع المسيح لازم تكون رحمين متواضعين غير مجازين عن شر بشر ولا عن شتيمة بشتيمة وهكذا. ويختم في الكاثوليكون بآية جميلة ويقول ولكن إن تألمتم من أجل البر فتباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا بل قدسوا الرب المسيح في قلوبكم. بعد كده هو هيجي في الإبراكسيس ويتكلم على موقف بولس الرسول وهو في أفسس. وبولس قبل كده هو وضحها بمنتهى الوضوح وقال حاربت وحوشا في أفسس. لما راح أفسس حصلت مشكلة كبيرة، لكن بداية الباراجراف دوت بيتكلم أنه حدث اضطراب ليس بقليل بسبب الطريق، الطريق اللي هو المسيح، المسيحية. سيد المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة. بدأ يحصل مشاكل، لأن أول لما جه بولس الرسول بدأ الشعب اللي موجود في أفسس كله هيبقى يؤمن بربنا يسوع المسيح، فبدأ يحصل مشكلة لدرجة أن المدينة كلها اضطربت وبدأوا يصرخوا بصوت عظيم ويقولوا عظيمة هي أرطميس الأفسسيين، لغاية لما جه إسكندر وبدأ يسكتهم. وده هيفكرنا بكل مرة يحصل فيها اضطهاد على الكنيسة تلاقي الناس
اللي غير المؤمنين او الناس اللي مش بيحبوا المسيحيه يقعدوا قصاد الكنيسه يقعدوا يهللوا ويقعدوا يقولوا كلام صعب جدا ويصرخوا ويطولوا المده كلها، لكن ينتهي كل هذا على لا شيء. فاخر حاجه هيتكلم في مزمور القداس ويقول: عجيب يا رب انت في قدسيك، الله في تبعيته يعطي قوه وعزا لشعبه، والصديقون يفرحون ويتهللون امام الله ويتنعمون بالسرور. في انجيل القداس في لوقا 12 بيقول كده: هوت يا احبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. وكلمه لا تخافوا حاجه جميله الاباء قالوها لنا، ان كلمه لا تخافوا بكل مفرداتها موجوده في الكتاب المقدس حوالي 366 مره، وكان الله كل يوم الصبح بيصبح علينا كده ويقول لنا: لا تخافوا، اوعى تخاف من حد بيضطهدك، اوعى تخاف من اي حد هيضايقك، اوعى تخاف ان اي حد يعايرك. عشان كده بيكمل يقول: وبعد ذلك ليس لهم ان يفعلوا اكتر من ذلك. هيعملوا ايه؟ هيضطهدوا، هيألمونا، هيعايرونا، لكن كل ده كله اريكم ممن تخافون. ويكمل يقول: خاف من اللي بعد ما يقتل يقدر ياخد الجسد وروح ويرميهم في جهنم، بل شعور رؤوسكم ايضا جميعها محصاه، حتى شعر الراس الله حسبه وعده. وقبلها على طول يقول: أليست خمسة عصافير تباع في الزين؟ يعني اوعى تتخيل لحظة ان انت منسي امام الله، ده حتى شعور الراس معدودة، وحتى العصافير اللي كانت بتتباع زمان الاتنين بفلس يعني الاربعة بفلسين ويدوهم واحد فوق البيعة كده، حتى هذا العصفور الزيادة غير منسي، فما بالك انتم افضل من عصافير كثيرة. وبعد كده يقول: من يعترف به قدام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله. إيه حكاية الاعتراف بربنا يسوع المسيح؟ هل أمشي في الشارع أبشر بالمسيح؟ يجوز، لكن أهم كرازة قالها ربنا يسوع المسيح: ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. ممكن تكرز بملامحك، ممكن تكرز بابتسامتك في وش الناس، ممكن تكرز بسلوكك، ممكن تكرز بكل شيء. وراح قايل كمان القاعدة المهمة تاني: ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام الملائكة. يعني إيه ينكرني قدام الناس؟ يعني يتوجه: هل أنت مسيحي؟ يسلك سلوك ما هوش مسيحي فيقولوا: بصوا ولاد المسيح عاملين إزاي. فاللي ينكر ربنا يسوع المسيح قدام الناس الله ينكره قدام الملائكة. ينكره معناها إيه؟ مش هيصبح عضو في جسد المسيح، ولا يصبح ابن من أبناء الله. ويكمل يقول: كل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. وهنا بدأت الناس تسأل سؤال مهم جدا: يعني إيه الذي يجدف على الروح القدس لن يغفر له؟ كل المقصود بالحتة دي أن التجديف على الروح القدس هو الرفض الدائم والمستمر لعمل التوبة، لكن في أي وقت الإنسان بيتوب الله بيقبله ولا يمكن يرفضه. وبعد كده ربنا يسوع المسيح يقول: لو قدموكم قصاد المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا. ليه يا رب ما نهتمش؟ قال: تعطونا في ذلك اليوم الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. إذن في أي مرة بنتعرض لضيقة اوعى نخاف، اوعى تهتم بأي شيء. ليه؟ الله إدى وعد، ووعد الله صريح، ووعد الله أكيد، وهو صادق في كل وعوده. في أي مرة هتتبع ربنا يسوع المسيح وتتعرض لضيقة ما تخافش، ربنا يسوع المسيح بيدي قوة. قال من شوية: الروح القدس يعضدنا، الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. وقال كده هو أن الروح القدس هنا يعطيكم ما تتكلمون به. لو أنت عايز تتبع ربنا يسوع المسيح، الشرط الأول الصليب، والشروط كلها قلناها في القرايات السابقة. أهم حاجة في الموضوع أن اللي هينكر ربنا يسوع المسيح هينكر أمام الله والملائكة، واللي يعترف بربنا يسوع المسيح يعترف به ربنا يسوع المسيح أمام الملائكة. يعطينا الله دائما أن نتبعه في كل حين، راسمين ملامحه على وجوهنا، حاملين صليبنا أو صليبه بكل اختيار وليس عن اضطرار. الله يعطينا دائما نعمة الاستعداد، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.